سعيد جدا انه اليوم نحن كمان عم نكون جزء من اطلاق هذا المشروع، هذا الفيلم اللي عم بيكون جزء من الافلام الاردنيه اللي عم بتغزو العالم في المحتوى اللي موجود فيها. فيلم رجل مهمه، هو فيلم اردني تماما بانتاجه وفي تصويره في الاردن. بيحكي قصة واقعية، بيحكي قصة كل يوم ممكن نشوفها في أكثر من زاوية أو مكان أو مدينة. وهذا مثل ما ذكرت أنه جزء من تطور صناعة الأفلام الأردنية. اليوم نحن عم نطلع على الكثير من الأفلام اللي تم إنتاجها بالسنوات السابقة واللي جابت لكل المهرجانات في العالم. دوري بالفيلم هو شخصية سامي. سامي هو الشاب اللي بدور حواليه أحداث الفيلم، شاب بأحد إحدى المجتمعات، وإحنا بنسلط الضوء على المشاكل اللي موجودة بالمجتمعات اللي خلينا نحكي العربية ومنها المجتمع الأردني. فإحنا كشباب إيش الشغلات اللي ممكن نوقع فيها، بنحاول في هذا الفيلم إنه نطرحها بطريقة خلينا نحكي مبسطة، كما هي مبسطة بالواقع كيف يعني بوقعوا فيها الشباب. خلينا نحكي يعني انا ما بقدر اوصف لك سعادتي من السنه الماضيه، يعني من اشهر ما قبل التصوير واحنا بنحضر، من لما يعني حكاني الاستاذ المنتج عصام حجاوي، انا توجه له بالشكر، يعني من لما حكى معي على هاي الشخصيه وانا بصراع خلينا نحكي مع حالي او مباحثات على انه هل بقدر اطلعها بالصوره اللي كاتبها الكاتب او اللي محتاجها المخرج او خلينا نحكي القصه كقصه. فبلشت بالتدرب عليها، والحمد لله خلال ايام التصوير انا كنت كثير مستمتع رغم الظروف خلينا نحكي الصعبه اللي بنواجهها كلنا كفنانين بالاردن او بالاوساط الفنيه كلها. الفيلم بشكل عام بيحكي عن الفئة اللي من كثر الخوف ومن كثر الخجل بتخاف إنها تواجه، بتخاف إنها تحكي لأهلها، بتخاف إنها تحكي حتى للجهات الأمنية المشكلة اللي صابتهم. فبالتالي بدل ما هم يروحوا ينقذوا نفسهم فبورطوا وبورطوا أهلهم وبورطوا المجتمع معهم. هذه الفكرة الأساسية من العمل. كيف اليوم اخترت ممثلينك اللي رح يقدموا أدوارهم بهذا الفيلم؟ على إيش دورت في كل شخصية فيهم؟ نعم، احنا حرصنا اول شيء على الجيل الجديد، بدنا نطلع الدم الجديد والجيل الجديد. طبعا كرم الزوارة هو بطل هذا العمل، يعني عملنا انا وياه جدا يعني جلسات مطوله حتى قدرنا نوصل للشخصيه اللي بده يلعبها، لانها شخصيه كثير صعبه مش سهله، وكان تمام يعني معنا بالمنذر الرياح نغني عن التعريف، نجم عربي معروف، ساعدنا جدا ووقف معنا بهي التجربه، بوجه له احسن اكثر تحيه. وبالنسبة لباقي الممثلين يعني حاولت قدر المستطاع أنهم يكونوا من الفئة الشباب الجديدة حتى أقدر أوصل أو نوصل للفكرة اللي بدنا إياها.